مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان اثناء رحله العوده بالبرونزيه للقاهره. معايا احد ابطال النادي الاهلي وافضل حارس في افريقيا بكل تاكيد، ومش هكون ببالغ لو قلت هو احد افضل حراس على المستوى العالم. يا شناوي الف مليون مبروك، نجم ما شاء الله، الله اكبر عليك، بطل، انجاز جديد بيضاف لك مع النادي الاهلي. الحمد لله، وطبعا مبسوط اللي معاك النهارده يا امير على قناه النادي الاهلي طبعا، وببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للعيبه وببارك للاداره وببارك للجهاز الفني كله، بقول لهم الف 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 مبروك على البرونزيه، وان شاء الله نكمل على المستوى اللي احنا قدمناه في البطوله، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. عندنا ماتش جاي صعب جدا، ماتش افريقيا، وبقول للعيبه انتوا عديتوا بطوله كويسه جدا وبروح عاليه جدا، وده احنا اللي عايزينه الفتره الجايه تكون نفس الروح دي اللي بتبقى موجوده، وانتوا ابطال افريقيا، ابطال افريقيا وصلوا كاس عالم، عشان كده احنا الحمد لله اللعيبه خدت خبرات في الماتشات اللي احنا لعبناها، وان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله الفتره الجايه.